فيكش التريتي ما تسمعش التريتي ما تقول أنا عندي مشروع أو عندي برنامج جديد أو عندي أفعال أو غادي نديرو وصافي بارك عليك نتعاون معاك بيننا أنا اليوم حاضر اليوم كنا مع حسين العالم مالديني للشباب وبقيت مع المنتخبين وكيعتبروا المنتخبين أما نظن نخدمو بارك عنا واش غادي نخدم مع حتى الأوزار ديالها واش غادي نخدم السياسة بارك عنا صاحبي وعينا عينا واش غادي نتحاربوا على شي حاجة نحن نحارب فساد نتحارب ولا تتحاربوا باش نديروا المواطنين نختلفوا المواطنين كل شيء نخدم المواطن كل شيء هذا خلي المواطن ديالو هذا خلي يخدم انت هذا خلي يخدم انت والناس خلي انت خلي يخدم سوجيه علاش كتخدم المواطن ديالو والمواطن الصبح تعرف في ناس كنبوطو كل ما صعب سويت الصلاه انا كان انا كنهضر من بعد السير الصوري السير العربي تدخل هم بعد يلا الصلاة الجميع في بيوتك على غير الساعة هذا 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 حنا مشركين كنشرقوا الناس معانا إسرائيل السير والجوال اللي كنحاول اننا نساعدوه
بكثر ما عندنا الان من خلال القرارات كنزيدو كنصعد. القضيه ديال المقبره مشينا متاخرا للمقبره، الان اصبح يتم الدفن طرقات مخصصه للزوار ديال المقبره، فكنتمناو التسريع من طرف الرئيس والمجلس والجهات المسؤوله على المقبره انها تستعمل مقبره جديده باش على الاقل نحافظوا على الراس ديال كل واحد. كاين لو كاين ناس مغاربه في المهجر غيجيو راه ما غيبقاوش يعرفوا يعني العائلات ديالهم، فكنتمنى انكم توقفوا على العمليه في القريب عاجل تحافظوا على الممرات، لانه ظهر زعتر حلاوتها انه كاين الممرات متسعه وكتكون زياره مسؤوله. السيدة بعيس، سيد ممثل السلطه المحليه، سيدات والساده المستشارات والمستشارين، الساده الحضور الكريم، سيدات ممثلي وسائل الاعلام، انا صراحه ما عندي ما كنتش صراحه غندخل، ولكن يؤسفني المنظر اللي تنشوف دابا هو ان القاعه تتبان لي فارهه، وانا لا اظن ان برنامج عمل انفتاح جماعه تماره يقل اهميه عن الرياضه او عن اتفاقيات كره القدم. برنامج عمل اللي هو قطع واحد الاشواط مهمه على مقارنه يعني من امال ومن واحد يعني تطير بانهم يوجدوا ليه باش يكون عندنا هذه النسخه الحاليه اللي عندنا حنا اليوم واللي تتضمن اربع محاور اللي هي مهمه. صراحه انا تنشكر زميلي يعني الاستاذ العربي على ان محور ديال الثقافه تنقص في هذا برنامج عمل الجماعه، ولكن الجماعه اليوم بغات دير يعني ركزات على بعض المحاور اللي يمكن ليها تنجزهم ويكون الانجاز ديالهم بالوسائل الذاتيه ديال الجماعات الترابيه، وما نحتاجوش اننا يعني نطلبوا يعني تمويل جديد كيف ما جرى لنا في برنامج عمل الجماعه. اليوم هذه المحاور اللي تنشوفوها هي محاور جد مهمه بما فيها الاستدامه والحفاظ على البيئه، تاهيل المقابر وتنظيم يعني مرافق دفن الاموات، تنظيم السير والجولات بالجماعه والعنوانه بالجماعه اللي من نهار دخلنا لهذ الجماعه وحنا تنطالبوا بها، لان ما تلقاوش الشوارع معنونه والازقه غير معنونه، وتيبان لي حنا غنمشيو وخاصنا على الاقل نخليو واحد البصمه ونخليو العنوانه ونحاولوا اننا يعني نبادروا باش نخرجوا على الاقل هذا المحور على ارض الواقع، لانه ما يعني ما تيلزمش واحد ميزانيه مهمه او ميزانيه ماليه مهمه بقدر ما انه تيلزم يعني التواجد ديالنا وجميع المستشارين. تنظن انهم كانوا حضروا بعض اللجان وكانوا بداوا يعني التقييم ديالهم في الاطار ديال العنوانه. اليوم السيد الرئيس نحن مع يعني الموافقه على هذا المشروع برنامج عمل انفتاح الجماعه، وتنتمنى باش يكونوا معنا الاعضاء ويشاركونا تاهما الراي ديالهم يعني ونكونوا كاملين تنترافعوا على هذا البرنامج، لانه هو الصوره ديالنا وهو اللي غادي نقدموا لنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش تفعيل الجرس والضغط على زر ابوني باش يوصلكم كل جديد.